يا أمل لو فكرنا في شغلنا وفي العيال وفي جوزي وما حدش بيسمع كلامي وحاجات كتير قوي بتعطلنا نبقى مبسوطين. تعالي نقول خطوات للناس. نمرة واحد يا جماعة، احنا قلنا قبل كده وبأكد تاني النهاردة، السعادة قرار. وانك تفصلي عن اي مشاكل وتقرري تاخدي اجازة، ده قرار. لما هناخد اجازة لازم قبل ما ناخد الاجازة ونحط مواعيدها ونحجز ونأجر او نروح نفتح بيتنا او whatever، لازم ناخد قرار ان احنا ده وقت في السنة محدود جدا احنا هنحاول ننبسط فيه. يعني ايه ننبسط فيه؟ نستمتع بpower of now، ننسى كل التحديات والمشاكل والمسؤوليات ونسيبها في مصر، ونطلع بقرار ان احنا هنفصل ونشحن نفسنا بطاقة ايجابية وبوقت حلو ونستمتع لأقصى درجة، عشان نقدر لما نرجع ان شاء الله يبقى عندنا طاقة وفيجن وافكار مختلفة جميلة نقدر نحل بيها الحاجات اللي احنا سايبينها. لكن لو احنا خدنا معانا كل الشيلة بتاعتنا في كل حتة، لا هنستمتع ولا هنحل على فكرة. ده حقيقي. يعني ده هيعطل ده. طيب خلينا يا امل، يعني واحنا في القاهرة قبل ما نطلع على الطريق ومسافرين، خلاص انا اجازتي يوم الجمعة الجاية هبتدي الاجازة، انام على فكرة ايه؟ يعني ازاي ابقى انسانة جديدة؟ يعني بره بيعملوا ده قوي، بره بيقفلوا تليفوناتهم، هنا الناس بتشتغل حتى في الاجازة. بصي، هم بره بيشتغلوا صح جدا 5 ايام في الاسبوع، بيشتغلوا عدد ساعات، يعني بيشتغلوا، يعني بيشتغلوا مش بيهزروا، والويك اند ده مقدس. فمتعة الأجازة السنوية أو الويك أند ده ثقافة في أوروبا. ياريت يعني زي ما بنحاول ناخد منهم حاجات كتير ساعات ما بيبقاش ليها لازمة أو ما تخصناش. أيوة. شرقيين يعني، بدون دخول في تفاصيل، لكن ياريت نتعلم منهم الحاجات الإيجابية، ثقافة إنك تستمتع وتفصل عشان تقدر تكمل وتبدع في شغلك. تمام. فأول ما نقرر ناخد أجازة، نقرر نسيب كل المشاكل والتحديات والهموم في بيتنا، وبعدين اول ما نصحى من النوم هنركب العربيه وهننزل على الساحل او اي حد رايح في اي حته، سواء ساحل ولا شرم ولا غردقه ولا بره مصر ولا جوه مصر ولا اسكندريه ولا حتى اخر الشارع. مجرد ان هو قرر انه يعمل اجازه لازم يقرر ان هو يفصل ويعيش سعيد. تاني حاجه انا عايزه افكرهم بالتامل. يعني لو كل واحد فينا بقى خصص، انت عندك يوم 24 ساعه وانت قاعد على البحر، اختار بقى وقت الغروب، اختار وقت الظهرية، اختار اي وقت، نص ساعة غمض عينيك ومدد واستمتع بصوت السكون وصوت البحر. وما تركزش في اي حاجة خالص غير في نفسك. ده مديتيشن يعني. ده مديتيشن لكل الناس اللي بتصيف في مكان او بتقضي اجازتها في مكان فيه بحر. صوت البحر، نغمض ونركز في حاجة واحدة بس. هنام منك دلوقتي على صوت البحر. ده تحفة، ده أحلى مديتيشن، ومن غير فلوس ومن غير تكاليف ومن غير أي حاجة. أقعد مدد واسمع صوت البحر لمدة 1/3 ساعة، وكل فكرة تيجي في دماغك سلبية. أيوة كنت لسه هقولك. قول لها إيه؟ مش وقتك دلوقتي، أنا في أجازة، استني يعني امشي دلوقتي لأن ده مش وقتك. أقول لنفسي كده. أقولي لنفسك كده. العيال، حماتي، الشغل، كل القصة دي، أو ما تيجي فكرة من دول، وطبيعي إن هتيجي أفكار في منتهى السلام، نقول لها ليت إت جو، امشي دلوقتي ده مش وقتك. ونرجع تاني نركز مع صوت البحر. ونركز مع الشهيق والزفير، لا يعني بس نركز مع إن إحنا بناخد نفس ونطلع نفس. مفيش يا جماعة والله أسهل من كده ولا أرخص من كده. خالص. ولا أفيد من كده. لأنه طيب ده هو. خليني أقول لك بقى، لما بناخد اجازه بيحصل لنا ايه؟ بيحصل، الناس مش فاهمه يعني ايه اجازه. عشان عندك اعاده بناء لكل الانرجي بتاعه الجسم ولكل الخلايا بتاعه الجسم ولكل الدم. يعني احنا في ليه بنروح على البحر يا دعاء؟ لانه البحر هو نظيف، يعني ما فيهوش كلام، لا في بقى عربيات ولا تلوث ولا كده. والبحر والبلاد الساحليه كلها اصحابها محظوظين لانه فعلا الهواء نظيف، مفيش تلوث. فانت بتتنفس هواء نظيف كل يوم على الاقل لمده اسبوع. ده حقيقي. حاول تتنفس، حاول تشحن، تملى رئتك وتملى شاكراز بتاعه جسمك وتملى دماغك وتملى الخلايا بتاعتك باكسجين نظيف. حاول تستمتع على قد ما تقدر، واعمل برنامج انا هصحى الساعه كذا، براحتك، اللي عايز يصحى بدري يبقى هو حر، عايز يصحى متاخر هو حر، بس كل واحد لازم يحط برنامج يومي او كل يوم من الساعه كذا للساعه كذا هعمل كذا، هعمل مديتيشن، من الساعه كذا للساعه كذا هنزل البحر،
من الساعة كذا للساعة كذا هلعب رياضة أو هتمشى أو هقابل صحابي أو هتغدى مع عيلتي أو هتغدى مع أصحابي أو هسهر مع أصحابي. حط برنامج علشان الدنيا ما تفرطش منك. يعني إيه ما تفرطش منك؟ يعني ساعات الناس لما بيبقاش عندها بلان، الله دي اجازه خلصت وانا ما عملتش حاجه. ايوه ده حقيقي، انا ما حسيتش بالاجازه. انا ما حسيتش بالاجازه. لا، عشان تحس بالاجازه اعمل بلان ولو بسيط قوي. الصبح هعمل كذا، الظهر هعمل كذا، بالليل هعمل كذا. وحتى وانت مسافر رتب شنطتك على عدد الايام عشان هناك ما تاخدش وقت ان انت لسه هتبقى مش عارف ده وقت هنلبس ايه، نقعد ساعه قدام الشنطه ونقعد ساعه قدام. لا يعني عايزين نحرر نفسنا من كل التفاصيل الدقيقه اللي هي بتفسد علينا متعه اليوم. طيب خلينا نسميها اجازه حب. احب نفسي ازاي؟ بصي بقى، ابتدي احب نفسي. انا اديت اول تيب انه باور اوف ناو، وبعدين اتكلمنا على المديتيشن وترتيب الوقت وازاي نستمتع. نمره ثلاثة انا عايزه اخليها نمره واحد هطلع بيها فوق تاني، او واحد والباقي ده واحد مكرر. انه حب نفسك. يعني قبل ما ننام يوم ليله الاجازه هنقول انا بحب نفسي. نفسي دي تستحق التقدير وتستحق السعاده وتستحق الاجازه وتستحق المتعه. انا استحق ان انا ادي نفسي اجازه من كل حاجه. يعني مش بس اجازه لمجرد رايحه ماجره في اوتيل ولا في مكان ولا رايحه افتح بيتي التاني او كده. لا، انا استحق ان انا استمتع بكل لحظه.